مرحبا، أنا سو. رح أعمل معكم وصفة صراحة مش أنا كنت حاطة ببالي أعملها، بس الشباب هون طلبوها. رح نعمل فاصوليا ورز. عندي هون أنا كل المكونات. إذا بدكم تشوفوا هيدي الوصفة أو غيرها ما تنسوا تشتركوا بصفحتنا على اليوتيوب. أول خطوة رح نعملها هي نسلق اللحمة. عندي أنا هون لحمة مقطعة كيوبس، رح نبلش نسلقها. وكمان لنسرع عملية الطبخ رح نحط اللحمة بقلب طنجرة الضغط، هيك بتكون طبختنا جاهزة بأربعين دقيقة. رح زيد زيت القلي أو الفيجيتابل أويل، وبدنا نقلي اللحمة شوي لتاخد لون بني. رح نحمي الزيت شوي. مع اللحمة بدنا نقلي اللحمة أول شي ونزيد عليها بصل، رح نحط معه ورق الغار، شوية قرنفل، ورح جيب القرفة عيدين، ورح نحط معه عود قرفة. كل هيدا عشان ينكه لي اللحمة، لأنه رح نستعمل مرقة اللحمة بالفاصوليا. عندي هون أنا الزيت بلش يحمى شوي، رح نزل عليه اللحمة. عبين ما تبلش اللحمة تاخد لون وتستوي، أنا عندي هون الفاصوليا. هيدي الفاصوليا لأنها فاصوليا يابسة نقعناها بالمي من قبل بنهار. أنا عندي طبعاً الفاصوليا مسلوقة جاهزة. عنا هون الفاصوليا مسلوقة عشان لما نجي نطبق اليخنة بتكون اللحمة جاهزة وبيكون الفاصوليا كمان جاهزة. الفاصوليا بنسلقها تقريباً شي ساعة لتصير طرية، ما بدنا إياها كتير كتير طرية كمان، لأنه بدنا نخليها تغلي مع اللحمة شي ربع ساعة أو عشرين دقيقة. نحنا عنا هون اللحمة أخذت شوية لون، هلأ رح زيد عليها بصلة، رح نحط معها عود القرفة، ورقة الغار، والقرنفل، رح نزيد عليها ملح، ورح نغمرها بالمي، نسكرها ونتركها تقريبا شي نص ساعة لتستوي اللحمة. رح اجيب المي، انا هون مسخنة مي، بما انه اللحمة عنا كانت سخنة ما بدنا نزيد عليها مي ساقعة، سو دايما اغلوا المي قبل ما تحطوها بقلب اللحمة. هلأ حنسكر على اللحمة. بهيدا الوقت رح نحضر الفاصوليا. أنا رح أنقل هاي عجنب، رح نجيب الطنجرة اللي بدنا نحضر فيها الفاصوليا. رح حط زيت لنقلي فيه الثوم والكزبرة. انا هون لازم اهرس الثوم. مش هنحط بصل؟ بصل. نحن على الطريقة اللبنانية ما بنحط بصل، بس مبلا فينا نحط بصل. And an onion. رح نحط بصل، نبلش نقلي بالبصل. عم قلي البصل هلا، بعتقد نحن هون رح نعملها على الطريقة المصرية، لأنه عم بيقولوا لي هون إنه هن بحطوا بصل. رح نقلي البصلة شوي، رح جيب الثوم. نحن هون هرسنا الثوم، رح نزيد نقلي مع البصل، ورح زيد عليهم هلا الكزبرة. منقليهم شوي. ورح حط فوقهم الفاصوليا، الفاصوليا اللي نحنا سلقينا already.
منقلبها شوي على الخفيف، حاولوا بس قلبوا من برا لجوا بهالطريقة عشان ما تكسروا حبوب الفاصوليا. خبرونا انتو بالكومنتس على صفحتنا على اليوتيوب كيف بتطبخوا الفاصوليا ببلدكن. رح زيد هلأ الصلصة، عندي هون تقريبا شي 3 معالق كبار صلصة، ورح زيد عليها اللحمة ومرقة اللحمة اللي انسلقت فيها. هون عندي اللحمة بنحطها مع البصلات، رح نزيد عليها المرقة. لازم المرقة تكون مغطية كل المكونات اللي عنا بالطنجرة، إذا حسيتوا إنه بدكن بعد مي فيكن تحطوا فوقها شوية مي مغلية. وهيك منكون طبقنا الفاصوليا، رح نتركها تغلي لتعقد مع الصلصة تاخد اللون والنكهات تبع الكزبرة والثوم والبصل. رح نعمل حدا برز بشعيرية. رح نعمل هلأ الرز بالشعيرية. أول شي رح نحط شوية زيت لنقلي فيه الشعيرية. بدنا ننتبه كتير منيح نحن عم نقلي الشعيرية لأنه بتاخد لون كتير بسرعة. أول ما تبلش تشقر بدنا نحركها شوي وبعدين منضيف عليها الرز. بلشت الشعيرية عندي هون تاخد لون، نحن بدنا إياها تحمر شوي، ما بدنا نحرقها، ورح نزيد عليها الرز. أنا ناقعة هون وغاسلة فنجان رز مصري طبعا مصفينه من المي. هنحط الغاز على متوسط، نقلي الشعيرية والرز مع بعض شوي ليسحب كل المي والنشا من الرز، وطبعا نزيد عليها الملح. وحزيد عليها كباية ونص مي، لكل كباية رز مصري تاخد كباية ونص مي. رح اترك انا هون الرز ليغلي ويستوي. خبرونا انتو على صفحتنا على اليوتيوب بالكومنت سكشن اذا عجبتكم هيدي الوصفه وشو هن الوصفات اللي بتحبوها او اللي بدكم ايانا نطبخ لكم اياها. خليك هون. كان بدها عصرة حامض، وين الحامض؟ حط له حامض. يلا تاو.
لي حاجة. جوين عصرتي حامل؟ ايه إذا بدكم وصفة مثل اللي هلأ عملناها يخنت فاصوليا ورز، ما تنسوا تشتركوا بصفحتنا على اليوتيوب.